يوم الجمعه في فرع العجمي انتوا عاملين ايه بالظبط؟ عاملين خصومات وعروض هنكسر بيها كل السوق ان شاء الله. تحتيم اسعار معانا غساله الزانوسي، ثلاجه الزانوسي نازله خصم معانا 19400 بدل 23000 جنيه. يا نهار ابيض على الحلاوه. بصوا يا بنات، بس ده يوم الجمعه بس، وفي معرض الكميل اللي فين؟ فرع العجمي ان شاء الله، كيلو 18 بعد حديد الصلب بجوار سعد الجندي. هنشتري الثلاجه بالخصم، زائد هناخد عليها كمان كارت خربش واكسب، زائد ان معانا 300 هديه هيوزعهم ان شاء الله الشيف حسن. زي الفل. تخيلوا ان انت النهارده يوم الجمعه باذن الله هتختاري يونيون اير عليها خصم في فرع العجمي. ان شاء الله عليها خصم فرع عجمي يوصل لحد 50%. تمام. زي ايه؟ زي الثلاجه مثلا البريميوم دي نازله. أيوة. عرض عندنا يوم الجمعه باذن الله في الافتتاح فرع العجمي، نازله عرض ب 20000 بدل 28000. 20000 بدل 28000 جنيه يوم الجمعه في فرع العجمي بس. حظوظه اللي هتاخد البوتاجاز ده يوم الجمعه اللي جايه 19 يوليو في فرع العجمي بكام معانا؟ نازل عرض ب 9400 بدل 14000 جنيه. ب 9400 بدل 14000 جنيه، وكل منتجات يونيون اير عليها خصم توصل لحد 50% ان شاء الله. مش كده وبس، ده احنا كمان يوم الافتتاح عندنا كام جايزه؟ عندنا 300 جايزه ان شاء الله هيوزعهم الشيف حسن باذن الله. هتاخدي يوم الجمعه في فرع العجمي من الكميل الغساله دي، غساله الزانوسي البيرلا ماكس نازله عرض 17000 بدل 24000. ده يوم الجمعه بس، يوم الجمعه ان شاء الله، زائد كارت خربش واكسب باذن الله كمان. وكمان في خصومات تصل معانا لحد 50% على جميع المنتجات، زائد 300 هديه يوزعهم الشيف حسن. الله ينور. هي دي شكل الغساله. ان شاء الله كسبانه كسبانه اللي هتروح افتتاح معرض الكميل يوم الجمعه. فين يوم الجمعه؟ في العجب ان شاء الله، كيلو 18 بعد شارع حديد والصلب بجوار سعد الجندي. عندنا عروض بيكو بقى ايه؟ عندنا هنشتري اي منتج بيكو ان شاء الله هناخده على نختار الهديه بتاعتنا اللي احنا ده كده اول حاجه. ده زائد الخصم النهارده، الثلاجه دي نازله معانا خصم ب 27600. ايوه. بدل 36000 جنيه. يا نهار ابيض. التركي بالكامل الانفرتر طبعا البيكو 408 لتر. زي الفل. كمان معانا خصم. معانا خصم على غساله الاطباق البيكو ال 14 فرد. تمام؟ الاثنين. أيوة. رف نازله عرض التركي بالكامل ب 18400 بدل 26000 جنيه. زي ده طبعا البيكو، هشتري اي منتج بيكو هختار الهديه بتاعتي باذن الله، زائد ان انا اخش سحب على 300 هديه مع الشيف حسن باذن الله. كل ده يوم الجمعه في فرع العجمي من الكميل. فرع الكميل يوم الجمعه باذن الله، فانتظركم في الافتتاح ان شاء الله. معانا يوم الجمعه في افتتاح في العجمي فرع الكميل ان شاء الله، معانا افتتاح غساله السامسونج. ايوه. نازله عرض معانا ب 18000 بدل 22. دي كام كيلو؟ ايوه. الهولندي بالكامل طبعا موجود 1200 لفه ديجيتال معانا. حلو قوي. ان شاء الله العرض ده موجود معانا في الافتتاح يوم الجمعه في معرض الكميل، شارع كيلو 18. أيوة. بعد شارع الحديد والصلب بجوار سعد الجندي. ان شاء الله مستنيين غير 300 هديه، وفي جوائز كمان 300 زي الفل. 300 هديه سحب. الله ينور. انا لو عايزه الاير فراير ده هديه يوم الجمعه عامل ايه؟ هتشتري الثلاجه الميديا 338 لتر وهتاخدي عليها الاير فراير هديه. توشيبا دي؟ دي هناخده الميديا بقى طبعا. أيوة. هي نفس الثلاجه ونفس البراند. تمام. بس الثلاجه الميديا 338. أيوة. لتر. انت نفسك في الاير فراير؟ ايوه. هتاخدي الاير فراير، هندفعه ثمن الثلاجه وناخد الاير فراير على طول. زي والاثنين دول نازلين عرض، اول ثلاجه نازله عرض عشان ناخد الاير فراير ب 20000 جنيه بدل 26000 جنيه. زي الفل. احنا كمان الغساله توشيبا يوم الجمعه في فرع العجمي من معرض الكميل نازله بكام؟ نازله عرض ب 22900 بدل 29. الثلاجه تمبر جلاس اللي هي ضد الكسر. ايوه. تبقى 1400 لفه الانفرتر، 10 سنين ضمان. تمام. بيبقى فيها ليد جوه الحله طبعا، تبقى السلس بالكامل. زي دي ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله، يوم افتتاح فرع العجمي ان شاء الله، كيلو 18 بعد شارع الحديد والصلب جوار سعد الجندي. الخصومات دي موجوده هناك ان شاء الله، غساله نازله عرض، زائد ان شاء الله نخش سحب 300 هديه مع الشيف حسن باذن الله. زي الفل. قال لي سعر مروح هتاخديه لقطه يوم الجمعه باذن الله، يوم الجمعه في افتتاح معرض الكميل في العجمي. الافتتاح يوم الجمعه ان شاء الله في العجمي بعد شارع الحديد والصلب بجوار سعد الجندي ان شاء الله. تمام. المروحه اللي مصر كلها بتدور عليها. ايوه. المروحه اللي بالشاحنه هي مش معروضه هنا، دي والله موجوده هناك. هتبقى هناك المروحه اللي بالشاحنه هتبقى بكام؟ ان شاء الله نازله عرض ب 3350 بدل 4400. زي الفل. احنا كمان المروحه التيفال دي نازله عرض معانا، مروحه التيفال الستة ريشه. ايوه. نازله برموت طبعا، نازله معانا عرض ب 1999. ايوه. بدل 2500. 1999. تمام.